اظن هذا هو. فمليح. الآن متواجدون على مستوى حديقة الحي المركزي اللي هي حديقة عمومية كانت عبارة على قطعة أرض كثر خير أحد رجال أعمال أبناء المدينة اللي قام بتقديم هيبة من أجل بنائها، وكنا قد فوتناها في مداولة رسمية وهي الآن راهي ملك للبلدية. هذا كتوضيح، الحديقة هذه رانا متواجدين عليها حاليا راهي ملك عمومي للبلدية متنفس جميع مواطني بلدية الونزة دون استثناء. مؤخرا كاين بعض الشباب حاولوا كاعتراض مسار صهاريج اللي كانت تجيب في الماء من واد ملاق من اجل سقي اشجار كما راكم تشوفوا. شوفوا الاشجار باللي بدات شغل تذبل نظرا للعمليه ذي. انا نوجه لهم نداء نقول لهم يا ابناء المنطقه، وهذا متنفس لكم انتم اصل قبل ما يكون متنفس الناس كلهم، متنفس لكم انتم بعد، هذا متنفس للناس كلها. مرحبا باي واحد يقدر يزيد اضافه للبلاد، مرحبا باي شخص يقدر يزيد اضافه للبلاد. هذه حاجه بالعكس، الحديقه هذه راهي درك ولت ملك البلديه. الرجل الاعمال وهو مشكور اللي قدم لنا هيبه ثم فضت المهمه تاعو، بصح دركا احنا هذه راهي ولات ملك البلديه متنفس جميع سكان الونزه، متنفس مدينه الونزه.